سيداتي أنستي سادتي، السلام عليكم، مرحبا بكم، أسلمتكم في عدد جديد من حصتكم صحة سكان. حصة صحة سكان اليوم تدينا لواحد الموضوع ربما ليخص الطفل. هذا الموضوع في هذا الموضوع نتكلم على واحد المرض اللي يحتل المرتبة الأولى في الأمراض المزمنة عند الأطفال، واحد المرض اللي يعني تقريبا من 8 حتى 10% تاع الأطفال، واحد المرض كذلك اللي ربما يحتل المرتبة الأولى في الفحوصات الاستعجالية يعني لي كونسلتاسيون دورجونس. نقدر نقولوا كذلك هذا المرض يعني تقريبا قلنا 8% بكلام ثاني تقريبا أكثر من مليون طفل يعني مصابين بهذا المرض، ربما هذه الأعداد مازالها منخفضة يعني بالنسبة للأعداد الحقيقية. نقدر نقول كذلك بأن هذا المرض لابد أن يشخص يعني مبكرا. لماذا؟ باش نسمحوا للطفل أنه يساوي الدراسة تاعو يعني على أحسن ما يرام. نقدر نقول بلي كاين عدة عوامل مساعدة لهذا المرض، من بينها التدخين، من بينها التدخين السلبي بطبيعة الحال يعني التباجينسم باسيف، من بينها كذلك حضور بعض الحيوانات أو الشعر تاع الحيوانات لي بوال دانيمو كما نقولوا حنا القطط الكلاب، هناك كذلك ربما بعض المأكولات ما يسمى بلاليرجي أليمونتير يعني اللي ما يحملهاش الإنسان. بصفة عامة التلوث ما يساعدش هذا المرض ويعني ليسوا أصدقاء يعني فون با بون ميناج. كلام ثاني أوي فون بون ميناج لأن هذا كما نقولوا حنايا التلوث يعني قريب صديق هذا المرض وغير يعني ماهوش صديق يعني الكونتخير تاع المرضي يعني الإنسان يعني باش يدافع على الصحة تاعو. بطبيعة الحال بعد التشخيص يكون العلاج كذلك، العلاج متوفر ولكن بشرط أنه يكون علاج مبكر لأن on espère la guérison يعني ماذا بينا يكون الشفاء والشفاء التام من هذا المرض إن شاء الله بطبيعة الحال. ولكن السؤال اللي يبقى مطروح، هل هذا الضيق في التنفس سببه غير مرض الربو يعني لازم اللي راح نتكلموا عليه، أو كاين أمور أخرى مثلا التهاب القصيبات ما يسمى بلا برونكيوليت، كذلك بعض الأمراض اللي تخص لاسفيغ أوريغيل أو الأنف والحنجرة عند الطفل؟ إذا للإجابة على كل هذه الأسئلة وللتوضيح يعني كل هذه الأمور يكونوا معنا ضيوف الحصة وهما ضيفتان. على كل حال نبدأ على يميني البروفيسور مريم لوغرادا اللي هي مختصة في الأوريغيل، مختصة في أمراض الأنف والحنجرة. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. ومعنا دكتور كريمة أي تعلي يحيى اللي هي كذلك مختصة في الأوريغيل وحتى جراحة يعني كما نقولوا حنايا الفك والوجه يعني ماكسيلوفاسيال. أهلا وسهلا. شكرا للدعوة. وكان من المفروض باش تكون حاضرة معنا البروفيسور بن سعدي رئيسة مصلحة أمراض التنفسية بمستشفى محمد ندير ولكن اعتذرت في آخر لحظة، إن شاء الله خير على كل حال ونتلقاو معها في مناسبات أخرى. بروفيسور لوغرادا أعطينا عدد تاع تقريبا 8% حتى 10% من الأطفال مصابين بمرض الربو يعني لازم دو لونفون، سي انورم يعني عدد كبير بالبزاف، على حسابك لماذا؟ هو كما كنت تقول دابوغ التلوث تاع الجو، ثانيا التدخين في العائله في وسط العائله كيعود الاب ولا الام ولا في اثنين يدخنوا يقدر يسبب هذا المرض، وكاين اللي كيكونوا الحيوانات كما القطط ولا الاوعاء لي زوازو يعني الطيور نعم كل هذه الحيوانات يقدروا يسببوا هذا المرض. ولكن دكتور كريمة أي تعلي يحيى يقدر ما يكونوا لا القطط ولا الكلاب ولا التدخين ولا أي حاجة ويكون مرض الربو عند الأطفال، هل الوراثة عندها دور؟ تفضلي. عندها دور في الوراثة، عندها دور، تلقى أون جينيرال تلقى أن تيغان أليرجيك عند لي بارون افون، هما ثاني سواء كان عندهم ازم سواء كان عندهم ان اوتر جور دالرجي اليمونتير ولا غير نيت الرجيك سوفون سوفون حساسيه اسمها حساسيه. نعم تفضلي. بهضرنا على الحيوانات بصح ثاني كاين الالرجي كي لي على او بلانت او بولين وكاين الالرجي كي لي اوسي او زكاريا اي سي لا بلو فريكونت لي زكاريا يسمى راهم في كل مضرب في الدار
في كل مضرب يسمى هذاك لازم ولا لاغينيت اليرجيك كي لي او زكريا يسمى تكون العام كامل ما تحبسش ولكن واش هو الفرق اللي كاين بين الحساسيه لاليرجي والعزم؟ هذا هو السؤال يبقى مطروح، لان نقولوا حنايا اليرجي كاين اللي عنده حساسيه وما عندوش لازم، وكاين اللي عنده لازم ويكون عنده حساسيه، اذا واش هو الفرق؟ وقبل ما تجاوبوني على السؤال هذا نذكر برقم مجمعنا الهاتفي لان الحصه هي على المباشر 0561 32 32 82 0561 32 32 82. مرحبا بكل التساؤلات تاعكم، تفضلي كريمه ايتالي يحيى. لا جو بونس كو بيناتهم ما كاينش اون غران ديفيرونس، لازم فيها شويه حساسيه. نعم بصح كاين عده يا بليزيور جور دو حساسيه، هذه حساسيه تاع لي برونش، مي الحساسيه بو اتر او نيفو دو ني، اون فات الحساسيه تقدر توشي ان سول اورغان دو كور، با فورسيمون تو لي اورغان. هل مثلا انا نقول اللي عندهم الحساسيه، اللي عندهم الاكزيما، اللي عندهم ربما انواع اخرى، يعني ياكل حاجه وبعند الحاجه هذيك توصل حساسيه، هل هاد الفئه من الاطفال وحتى الكبار عندهم قابليه باش يديروا انكريز دازم اكثر من الفئه الاخرى؟ واحد فيكم يتفضل. نورمالمون وي كونت كيلكا اليرجيك لا بلوس دو شانس دو فير دو لازم مال شانس، لا شانس ولا مال شانس فوالا. مي لازم سني كون بارتي دو لا مالادي اليرجيك. لا مالادي اليرجيك كما قالت لك ال بو توشي لي زيو، ال بو توشي لو ني، ال بو توشي لا بو، ال بو توشي ميم دوتر اورغان. مي لازم سي لا مالادي كي توش لي برونش. Et une personne, un enfant qui fait, par exemple, l'allergie alimentaire, il est susceptible de faire de l'asthme quand il grandit. Il a une capacité plus grande pour l'asthme que l'un des gens qui n'ont pas l'asthme. Donc, on demande à l'écran pour qu'il nous donne l'animation 3D, qu'on va suivre, mais qu'on va suivre. إذن هنا نشوفوا هنايا بلي مرض الربو هو مرض مزمن على كل حال، اللي يخلق ضيق في التنفس، وخاصة يخلق ما يسمى بالتهاب في القصبات الهوائية. هذا المرض يعني تقريبا 7 حتى 10% من الأطفال، وبين 3 حتى 5% من الكبار. واش يوقع هنا في هاد القصبات الهوائية؟ هنا كاين ربما ثلث يعني تغيرات توقع في هذه القصبة الهوائية. الحاجة الأولى اللي فيها هو الالتهاب، هذا الالتهاب اللي يخلي ربما إفرازات تكون في القصبات الهوائية، ويخلي كذلك العضلة اللي تكون يعني تحوم حول هذه القصبة الهوائية تتقلص، ما يسمى بالبرونكوسبازم. وفي الحالة هذه بطبيعة الحال راح يخلق مشكل تاع ضيق التنفس، وهنا بطبيعة الحال لابد أن الطفل يتفادى عدة أو العوامل المساعدة اللي أدت إلى هذا لاكريز دازم ولا هذا مرض الربو، هذا الأزمة اللي تخص ما يسمى بأزمة الربو أو لاكريز دازم. ناخذ مكالمة. ألو ألو ألو، راحت المكالمة عذرا، معليش عاودوا كلمونا مرة ثانية. أنا نشوف بأن هذه التغيرات يعني اللي تكون عند الطفل كاين هذا كما نقولوا حنايا، هل هذا لاكريز دازم ولا هذه الأزمة تاع التنفس تكون غير ولا كان الطفل يعني تلاقى مع هاد الامور اللي تكلمنا عليها، يعني الشعر تاع الحيوانات، حبوب الطلع يعني لي غران دو بولان، واش تكلمنا التدخين الى اخر ذلك، ولا يقدر يكون قاعد وما كان والو تجيه لاكريز دازم؟ واحد فيكم يتفضل. هو بعد تيك كيما فهمت في لي زيماج كاين اون هيبر رياكتيفيتي برونشيك، ومن بعد تيك شغل هاد القصيبات يرجعوا كم ملتهبين يكونوا بلو سونسيبل لاوتر شوز، باغ اكزومبل جافيل، كل حاجه ايريتونت هكا نيمبورت كيل بيتي اودور ايريتونت بو انتريني شي لوي اون كريز دازم. ان بيتي effort parce que déjà petit effort docteur Kariba نعم ايت علي يحيى تكلمتي على ليفور، كاين اطفال اللي يجيهم لازم كيوسيو جهد يعني يوسيو ليفور يكون لاباس عليه، مي هو يجري يولي يلهث يولي يقول لك انا ضاق فيا نفسي يولي يسعل يولي اللون تاعو يتغير، ما هو السبب؟ هذا ربو، نوع من الربو، بس الربو يقدر تاني تيت اي سو بريزونت كوم سا سو فورم دو تو او مومون دو سبور ولا دو ديفيكولتي ريسبيراتوار او مومون دو فير دو سبور. سي بتيتر ان ازم بلو ليجي باسكو يل اباري با تو لو تان، مي سي ان ازم.
هو نوع من انواع الربو. بروفيسور لوغرادا، هل هاد الناس يعني هاد الاطفال بالاحرى اللي ربما كيجري ويدق فيهم النفس ما لازمش يديروا رياضه ولا كيفاه؟ بالعكس لازم يديروا رياضه، الرياضه لازمه لكل واحد وسنو، لازم يخيروا رياضه اللي تساعد لازم تاعهم. وكاين لازم يدير واحد الدواء هما اللي بيطابلوكو جوست قبل الاكتيفيتي، قبل الاكتيفيتي فيزيك إيه؟ مي لازم الاكتيفيتي فيزيك باش تعاونهم في المرض تاعهم. نعم، حنا تكلمنا على الضيق التنفس هذايا، هاد لا جين ريسبيراتوار، وين الطفل خلاص حتى الاوليه ينخلعوا، يعني يقول لك ما يقدرش يتنفس، اي بابا يولي يسعل ولي ما يقدرش ياكل الى اخر ذلك. ولكن كاين امور اخرى، ما كاش غير التهاب القصبات الهوائيه، يعني الطفل اللي عنده لي فيجيتاسيون اللي عنده نغانغ تكلموا عليهم يعني وانتم مختصين في لويغال، هل يقدر يؤدي بهذا الشيء هذا؟ وحده فيكم تفضل. وي واحد اللي عنده نغانغ مرات هاد نغانغ يقدروا السانفكت يتعفنوا، تلقاهم سي دي زونفون دائما يفهم يسيلو دائما توت لاني عندهم لو نيكي كول دوكو اي باس لوغ طون سموشي ما يقدروش يتنفسوا مليح، كيديروا سبور هادوك لي سيكريسيون يجوزو لهم بارفوا من اللور يسعلوا، دونك اي بوف بريزونتي دي كيفاش يقولوا ديجا دي مانيفيستاسيون ريسبيراتوار كي لي زومبيش دو فيفر نورمالمون، ما يرقدوا مليح ما يتنفسوا مليح كي ياكلوا، باسكو كي ياكلوا نفهم يتغلق سي كومبليكي. والله كانت مكالمات كثيرة توصل، ولكن يعني المكالمات تروح لأن ربما معليش معذرة، احنا على كل حال حتى واللي ما قدروش يتصلوا بنا ولا اتصلوا بنا من بعد كما يقولون المكالمة راحت، يقدروا يتصلوا بنا على صفحتنا الفيسبوك صحاسكان.الحياة، صحاسكان.الحياة، وإحنا مستعدين الإجابة على كل تساؤلاتكم. تفضلي. قلت لك هادو اللي عندهم النغانغ اللي متعفنين هما عندهم لو بلوس دو ديفيكولتي ريسبيراتوار، سينو اون جينيرال الكراجم كبار ولا النغانغ سي سورتو في كي يرقدوا، باسكو كي يرقدوا يتكسلوا للور ويغلقوا كاع الجهاز التنفسي الهواء اللي يجوز من الانف وفي الفم، وتلقاهم سي دي زونفون ما يرقدوش مليح وكم يشخروا بالك يشخروا على غير نوضوا عيانين ما يقدروش يديروا التركيز ميت ما يقدروش يركزوا في المسيد، دونك موفي ريزولتا ليكول يروحوا نعسانين اصلا المسيد خاطر ما يقدروش مليح. وان بليس سا بو اغرافي ان ازم باسكو ديجا لونفون الى دو مال ريسبيري بار لي بومون، زيد تغلق له النيفو مسكين ما عندوش كيفاش يتنفس. اذا كاين علاقه مباشره ولا غير مباشره بين هاد كما قالت دكتور كريمه اي تعليق هي يعني بين لي زانفيكسيون دو لا سفير او ار ال يعني الانف والحنجره وكذلك القصبات الهوائيه، يعني كما قالت سا بو اغرافي ان ازم، يعني يقدر مرض انسان الطفل عنده مرض الضيقه ماشي غراف، ولكن اذا كان عنده نغانه وعنده التهاب اللوزتين يقدر هذا الشيء يزيد الطينه بلا. تفضلي يا بروفيسور. هي قبل ما نهضروا على النغانق والكراجم لازم تاع كي توش لي بومون يقدر ثاني يكون مركز في النيف، كاينه لا غير ربما ناخذوا باش ما يزعفوش علينا مشاهدين قناه الحياه. على كل حال ناخذوا مكالمه من عينتي مشنت. اهلا وسهلا. الو الو مرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا بك وبالناس دي مشنت. تفضل. الله يسلمك دكتور. انا في دار جيمي بكره استفاج عينتي مشنت عايش لك تقولي عايش لك. نعم تفضل مرحبا بك. واش شو عندي ان بروبليم دالرجي؟ الطبيب يقول لي دالرجي. اها واش هو؟ كون جاترا فينغريف ولا جا نولي ما نقدرش نسعل. جو برون دو جور تروا جور نسعل ومن بعد سا بلوك. جو سي با واش البروبليم. نروح الطبيب يعطيني انتيبيوتيك ولا بيداكور. بلا ما تسمي الادويه. نعم. نبقى سكري. صح. قل لي الاخ الكريم هذا الشيء ملي كنت صغير ولا غير كي كبرت؟ لا بداني في الكبر، بدا في لي زاني 90 ومن بعد بدا كان يشيلني في ولا خو. شحال في عمرك دوكا؟ شحال في عمرك؟ دوكا راني 65. الله يبارك. شكرا. نبقى معنا على كل حال. ربما سؤال احنا نتكلموا على ربو الاطفال وما يخص الاطفال هو بون نتكلم على احتراما له، يعني نقدروا نعطيوه اجابه يقولنا بلي يعني يضيق فيه النفس ومن بعد ما يقدرش يعني يكون بلوكي يروح عند طبيب يعطي له مضادات حيويه ما يقدرش يسعل ما يقدرش ربما مشكلة حساسية يعني تاع الجهاز التنفسي. تفضلوا ولا حبيت تعطيو إجابة. نعم
هو ربما حساسية دوك لازم نعرفوا، باسكو كاينه الحساسيه تكون مع الصغر وكاينه الحساسيه اللي تظهر مع الكبر، ولكن البدايه تاعها ربما كان صغير يعني. كل واحد باغ اكزومبل يرحل يكون يسكن في منطقه ويروح في منطقه اخرى، وفي ذيك المنطقه كاين كما نقولوا البولين اللي مش مولف به هو. بولين هما حبوب الطلع تاع النوار. هذا نعم. يقدر يديفلوبي انازم، انازم تغديف كي لي او فات كي سي كونو. باغ اكزومبل اون اوروب، باغ اكزومبل ايزو روماركي كو لي جون كي هابيتي باغ اكزومبل او نور دو لا فرانس كي يكبروا يهبطوا للسود دو لا فرانس باسكو يا لو سولاي باسكو اي بان كونت يل ديسوند في السود دو لا فرانس ولا لو سود دو لوروب يل ديفلوب ان ازم باغ رابور كي سو ان كونتاكت دو. نعم واضح، لان كاين لو كليما ميديتيرانيا يعني هو ربما نعم ديفلوب اون الرجي تغذيف باسكو كاش ما بدل في الحياه نتاعو. نعم، نطلب من المخرج باش يعطينا لانيماسيون 3 دي الثانيه اللي راح تكلم لنا على المشكل تاع نشوفوا هنايا اللوزتين او ما يسمى بلي زاميدال اللي جايين في ما يسمى عمق الحلق يعني او فون دو لا غورج. الدور تاعهم هما اللحيمات على كل حال طبيعه ما يسمى غدديه، اللي الدور تاعهم هو حمايه الجسم من الفيروسات والبكتيريا، ولكن يقدر يصير ان هاد اللوزتين تلتهب والالتهاب تاعهم يخلي يعني الحجم تاعهم يكبر ويتكاثر، وفي الحاله هذه يقدروا حتى يغلقوا المجاري التنفسيه ويولي الطفل الصغير ما يقدرش يعني يتنفس بصفه عادية. هذا بالنسبة للوزتين. هناك كذلك مشكلة اللحيمات اللي تكون في الأنف أو ما يسمى بالفيجيتاسيون، وهاد اللحيمات اللي أنا نشوفوا فيها هنا على كل حال هنا راح نسافروا داخل الأنف وراح نشوفوا اللحيمات هذه ربما اللي راح تغلق كذلك المجاري التنفسية أو بداية الجهاز التنفسي، وفي الحالة هذه بطبيعة الحال الطفل كذلك واللي عنده صعوبة للتنفس، وكي تكون عنده صعوبة للتنفس إذا كان عنده قابلية باش يوازي كما نقولوا حنايا مرض الربو يعني لا ينابتيتي دافير انازم، بطبيعة الحال ربما يقدر يعني يخلق عنده هذا لازم هذايا، ويقدر كذلك بطبيعة الحال وإذا كان عنده لازم سا بو ساغرافي يعني يقدر كذلك بطبيعة الحال يولي أكثر حدة. إذا شفنا هاد يعني الصور، هل أنا نعطيكم سؤال شوية محرج، هل في الحالة هذه كي نصيبوا الطفل هكذايا قبل هذا ناخذوا مكالمة ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، السلامة. مساكم بخير، لاباس الله يسلمك. تعيش اسماء من بومرداس معك. مرحبا بك وبالناس بومرداس، اهلا وسهلا. الله يسلمك، حبيت برك نسقسي طبيبه الى ممكن. تفضلي. انا عندي وليدي ثاني عندي حساسيه تاع الكليما، غير تتبدل الكليما يتغلق. ايوه يتغلق يتغلق نيفو ويتو، ما في الرقاد يرقد من بعد قاعده به، لازم يتكيه باه يقدر يتنفس شويه. ومن بعد كنت نستعمل له الدواء بيتامازون باش يقدر يريسبيري شويه. ايوه من بعد بيتامازون. لا 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 ما قلتلكش سمي الاسم تاع الدواء، ولكن واش حبيت نقول، قلتي بلي استعملت له الدواء، الطبيب هو اللي عطاه الدواء هذا ولا انت اللي استعملتيه؟ بيان سور بيان سور، والله تاع الاذن والحنجره. تفضلي تفضلي كملي. ومن بعد نحيت له نغانق، قالت لي عنده نغانق، نحيت له نغانق. ومن بعد ماما نحيت له نغانق، نيفو غير اللي هكذا زعما نقيسوا واحد ولا يبدا يرعش. دونك اسك البروبليم في لوبيراسيون ولا حاجه نورمال ونعاود نرجعوا للطبيب؟ سؤال واضح وضوح الشمس، شكرا على المكالمه وتبعينا ودوك تسمعي الاجابه. قبل ما نجاوبوا برك على السؤال تاع المشاهده الكريمه، على كل حال انا عندي سؤال محرج شويه. يعني هاد سكون ابل لي زاميدال، يعني من قبل نوليو سنوات الوراء عندك لي زاميدال نحيهم نحيهم باش نخليو، حاليا كاين عوده يعني في هذا التفكير، يقول لك انا خلي لي زاميدال باسكو قد ما يكبر الطفل قد ما يعني يوليو عادي يعني الى مجراهم طبيعي كما نقولوا حنايا. ما العمل؟ شوف لي زاميدال صح هما عندهم دور في الوقايه في الليمونيتي، هما يساعدوا المناعه المناعه، هما في المناعه عندهم دور كبير.
وشنو كي يكونوا كبار باسكو كاين واحد الاطفال عندهم ليزاميغدال تالمو كبار كي ما يقدروش يتنفسوا ما يقدروش ياكلوا وكي يهضروا الهضره تاعهم تكون مغمومه ما يقدروش يهضروا نورمالمون هذاك وكي يرقدوا الفوس كون ابل لابني دو سومي يسمى عندهم الشخير عندهم توقف تاع التنفس الشخير وتوقف تاع التنفس هذاك التوقف تاع التنفس واش يعطي لهم اولا الجسم ما ياخذش الاكسجين اللي يسحقه دونك ياثر على لي بومو ياثر على القلب وياثر حتى على السيرفو دونك لونفون نو سولمون و لو فات كي ما يغيسبيريش مليح ما يتنفسش مليح الوجه تاعو ما يتطورش كما لازم الحال النمو تاعو يعني ما يكونش عادي نعم. كي يكبروا يولي فمه المنطقة تاعهم رقيق فمهم الفوقاني يكون خارج عندهم دي ديفورماسيون فاسيال دونك حتى الملامح تاعو تغير يعني كلشي تبدل فيه كلشي تبدل فيها بلوس قلت لك يقدر يدير مرض القلب يدير اون هايبرتونسيون بيبولير هذا كلها من غانغ ومن وليزاميغدال كيكونوا كبار باسكو كاين دراري اللي الكامل هما يشخروا وما يتنفسوش مليح ما الأولية تاعهم يقول لك نضل نعس فيها هاو يقلبوا ا غوش ا دروت قلت بصح كي يروحوا سارتان سارتان ميدسان يقولوا لهم يفو لي ليسي اي با سي ان دونجي يفو لي زولفي باسكو لابني دي لازم عمليه جراحيه لازم يتنحاو كي مهما يكون العمر تاع مهما كان العمر مهما ميم كوم يديش دي زانفيكسيون ريبيتي كي يكونوا غير كبار وما يخلوهش يتنفس لازم يتنحاو لازم سينو سي لي بروبليم يقول لك انا كاين كثير من الناس يقول لك انا عملت العمليه الجراحيه بصح عاودوا ولاو شوف الكراجم كي تنحيهم ما يولوش اما الغانق يقدروا يرجعوا سورتو كي يعود كي نهضروا على الحساسيه كي يعود الطفل عنده حساسيه يقدروا يرجعوا كاين اللي في واحد بعض الحالات يرجعوا نجاوبوا على السؤال تاع المشاهده الكريمه اللي كلمتنا يعني كيفاش نقدروا نجاوبوه هي ما كان حتى علاقه بين النيفو كيسيل بالدم ولي فيجيتاسيون اللي نحاهم دوكا كي النيفو يسيل بالدم لازم يعاود يشوف الطبيب تقدر تكون حاجة بسيطة كان ذي نسقى بزاف عندهم واحد العروق هنا في الداخل تاع النيف اللطخة تاع الأوعية الدموية لطاش فاسكولار فوالا لطاش فاسكولار غير واحد يمسهم ولا يمرضوا ولا يدير يدو في نيفو ولا يدير ولا يحك ولا يقعد تحت السمش ولا يسيلوا بالدم بصح قادر تكون حاجة أخرى دونك قبل ما الواحد يقول لها بلي ما كان حتى حاجه لازم تروح تشوف طبيب دونك انا حنغانق مي يفو كونترولي يفو كونترولي سا قلت لك في اغلب الاحيان 80% تكون حاجه بسيطه قلنا لا تاج باسكولار هذيك باسكو يحكها باسكو واحد يمسو باسكو كاين السخانه يقدر يسيل بالدم مي سا بو اتر اوتر شوز مثلا اوتر شوز عدم تخثر الجيد تاع الدم يعني البروبليم ديموستاز يقدر يوازي المشكل هذا وي سي كاين دي مالادي بيان سور مشاكل تاع تخثر تاع الدم يمدوا عند دي بيرسون يباس لو طون لوبيتال باسكو يضلوا يسيلهم الدم وعلاش يسيلهم من النيف وماشي من جهه اخرى باسكو لو ني سي هي منطقه فيها بزاف الاوعيه الدمويه وهي منطقه نقيسوها دائما نقيسوها هكا ولا باسكو الدراري قاعد يدخلوا يدهم في نيفهم دونك سي اون زون كي اكسيسيبل لو زونفون اي سي اون ميكوز سي فراجيل على بها سوفون لي مالادي هادوما تاع التخثر تاع الدم يبانوا بزاف النيف باسكو فوالا نعم قبل ما تفضلي سا بو اتر اوتر شوز سا بو اتر ان تيمور تيمور حاجه حبه سورتو عند الاطفال عند الاطفال ا بارتير دو 12 من 12 الفوق يفوت واحد قبل ما يقول بلي سيريا ولا غير تخثر تاع الدم لازم يشوف بكلام ثاني لازم تتوجه لمصلحه لو ار ال يعني امراض الانف والحلق والحنجره باش يوسي بلا برونكوسكوبي يعني بالمنظار انفيبروسكوبي ويشوفوا يعني واش كاين اذا فواصل اشهاريه نخرج فواصل اشهاريه ثم نعود لحصتكم صحه سكان نعود من جديد لحصتكم صحه سكان مشاهدين قناه الحياه ونذكركم باننا اليوم نتكلموا على ربو الاطفال يعني لازم دو لونفون وبصفه عامه لا جين ريسبيراتوار شي لونفون او ضيق التنفسي عند الاطفال. اذا قبل ما نواصل دردشه مع ضيفتنا الكريمات نطلب من المخرج باش يعطينا الانيماسيون 3 دي المواليه. اذا هنا نشوفوا القصبات الهوائيه اللي تنتهي بالحويصلات التنفسيه او ما يسمى بليزالفيول. هنا في الحاله هذه
غادي نشوفوا القصبه الهوائيه العاديه، بحيث الاكسجين يدخل في القصبه الهوائيه يلحق حتى الحويصل التنفسي او الالفيول، ومنه يمشي حتى للدم، يعني باش يغذي كل الخلايا تاع الجسم. ولكن هذا عند الطفل العادي، انا نشوف الطفل العادي يعني اللي عايش حياته بصفه عاديه الامور تمشي بهذه الطريقه. حول هاد القصبه الهوائيه كاين عضله، والعضله هذه ما يسمى بالميوسكل كما نشوفوا، اللي الدور تاعو هو ما يسمى غلق وفتح هاد القصبه الهوائيه. ولكن في حاله ما يعني ما وجود هذا المرض، مرض الربو او ما يسمى لازم، في الحاله هذه كاين تقلص تاع العضلات هذه. وهنا في الحاله هذه نتكلموا على برونكو كونستريكسيون، نشوفوا هنا الصور بان كاين ضيق في التنفس، نشوفوا بان الفتحه تاع القصبه الهوائيه تصغر، والالتهاب راح يزيد ما يسمى بالانفلاماسيون، وزياده على هذا تكون افرازات او ما يسمى بلو ميكوس. يعني كل هذه الظواهر تكون في القصبه الهوائيه اللي انا نشوفوا فيها. يقدر على كل حال الالتهاب يبقى، وحلو يعني ما كاش اعراض، فجاه يقدر الانسان او الطفل يحس يعني بمشكل تنفسي. العلاج متوفر، العلاج يمر بما يسمى بلي برونكو ديلاتاتور او بخاخات اللي تسمح بهاد يعني القصبات الهوائيه باش تولي عندها القطر تاعها الطبيعي، يعني تولي تعراض كما كانت. وكاين ما يسمى بلو تريتمون دو فون او ما يسمى بالعلاج المطول لنحي الالتهاب، لما يسمى بليزونتي انفلاماتوار او مضادات الالتهاب. المهم ان الانسان يحترم الحياه السليمه، يعني اون بون هيجين دو في، وبطريقه هذه بطبيعه الحال يقدر ما نقولوش يشفى نهائيا، ولكن كاين تحسن كبير، ويسمح يعني هذا الشيء باش يعني يواصل الدراسه تاعو على احسن ما يرام. بروفيسور لوكراد، شفنا الصور هذه، يعني والله كي تشوفي هكذا تقولي ربما الطفل يعني كيفاش راح يوصل الدراسه تاعو اذا كان عنده المشكل هذا، اذا كان ما يتنفسش مليح، اذا كان ما يرقدش مليح، اذا كان دائما نعسان. تفضلي وحده فيكم تفضل، يعني بالنسبه لهاد المضاعفات تاع هذا المرض حول الدراسه تاع الطفل. على بها لازم كاين كي نشوفوا بلي كاين طفل يسوفخ من لا ريسبيراسيون، يكون في الكلاسه مسكين غير يلعب شويه مع اصحابه ويبدا يسعال، ولا نشوفوه بلي في الليل ما يرقدش مليح ما ينوضش مليح، ولا المعلمه تقول لك ما راهوش يركز راهو يرقد. يفو لومني شي ميدسان يفواغ ان ميدسان يقول لك يشوف يفا فيريفي اسكيا دو لازم بالبيك فلو، يشوف اذا كاين غانير، يشوف اذا كاين اون غينيت اليرجي. كان واحد زوج لحمات هنا في النيف صغار ما يعرفوهمش الناس، هما اللي سو لوغيجين دو لا غينيت اليرجي، تلقاهم دائما يفهم بوشي، ما عندهمش مشكل تاع الغانير ما يفهم بوشي. ونشوفوا القراجم. دونك او فون ديك ان انفون بريزونت ان سوسي ريسبيراتوار، اون سو بريزونت عند لو ميدسان بور فوغ وعلاش كيس كي سباس. جميل جدا. بروفيسور لوغرادا، شاك ايفير يعني تقريبا كل فصل الخريف ولا فصل الشتاء وحتى نهايه شهر مارس يعني اللي انا فيه، ربما بدايه شهر افريل، نصيبوا كثير من الاطفال اللي عندهم قل من سنتين يعني موان دو زون في الاستعجالات. ها، والسبب التهاب القصيبات لا برونكيوليت. واش هي لابونكيوليت هذه؟ سي اون انفلاماسيون برونشيك. اها. كي بو اتر ليا ا دي فيروس ولا دي ميكروب. اها. دونك وهي تسمى لي زونفا كي فون دي برونكيوليت يقدروا يديروا دو لازم. دونك سي هل نطرح سؤال بصفه ثانيه، هل كل طفل اللي عنده برونكيوليت اللي عنده ربما التهاب القصيبات يقدر يواسي مرض الضيقة يعني الربو، ولا ربما الأطفال اللي عندهم يواسيو كثير يعني من يعني لي زيبيزود تاع لابرونكيوليت، يعني كثير من الحلقات تاع لابرونكيوليت؟ تفضلي. هما اللي يديروا بزاف الحلقات تاع البرونكيوليت اللي يقدروا في المستقبل يديروا لازم برونشيك. الاخرين لي زونفون كامل يديروا كي تكون كاينه تو لي زونفون افون دو زون يديروا دي زانفيكسيون ريبيتي فيرال. Des bronchies, des bronchiolites et tout ça. Et ça, ça fait partie de la période, c'est de la période d'adaptation. C'est. Les crèches, le... Exactement, on appelle ça, c'est la maladie d'adaptation. Tous les enfants, ils passent par ça, ils font des bronchies,
pendant toute la durée jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il passe par là. C'est la façon, la meilleure façon de développer son immunité. C'est pour ça, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de donner des antibiotiques. Allô. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله. ام هارون من بومرداس، مرحبا بك. بومرداس. نعم تفضلي. تفضلي. نعم انا نسمع فيك. انا حبيت نسقسيك برك. سقسيني تفضلي. انا ولادي ديما هكا عندهم لازم. اهي بصح ما عرفتش في الحقيقه نتعامل معاهم باسكو علاش يمرض واحد يجي لي مرض اخر، اسكو تعدي ولا ما تعديش؟ الو انا نسمع فيك كملي. قلت لك ما عرفتش نتعامل معاهم باسكو مرض واحد يجي لي مرض لاخر، يجرو يسخنوا هكا هما دراري صغار يسخنوا شويه تحكمهم. في الشتاء بزاف، في الصيف ما يمرضوليش تقريبا نهائي، بصح في الشتاء يمرضولي دائما. والسؤال تاعك الاخت الكريمه، نعم السؤال تاعك واش هو؟ السؤال تاعي تكون بها مع الطبيب تاع الحساسيه ولا طبيب تاع الصدر والحساسيه؟ ما عرفتش واش من طبيب نتبعهم. شكرا، سؤال واضح، اقعدي معنا دوك تسمعي الاجابه، شكرا على المكالمه. اذا قبل ما نعطيو الاجابه للمستمعه او المشاهده الكريمه، على كل حال كملي الكلام تاعك اللي كنت تقوليه بروفيسور لوغرادا. ربما كنت تتكلمي على برونكيوليت، نعم، وقلتي بانه هو التهاب تاع القصيبات الصغيره. هي توت لي هي توت لي انفلاماس توت لي برونشيت ني با نو سون با دي برونكيوليت شي لي انفون مي يفون بوكو. ولكن على باز يعني كما نقولوا احنا لا برونكيوليت هذه او التهاب القصيبات يعني مرض ماهوش خطير، يعني شي مرض يبيني عادي ربما عند اطفال عادي. ايه كما كنت نقول لك لازم لي انفون يمرضوا كي يكونوا صغار باسكو الجسم تاعهم راه جديد ماش عمره ما دخلهم لي فيروس، هذوك لي فيروس اللي دخلوا لهم هما اللي يعاونوهم باش يتاقلموا مع المحيط الخارجي. المحيط الخارجي واضح. دكتور كريمه اي تعلي يحيى، نتكلم دائما على برونكيوليت وبعد نعطي الاجابه تاع المشاهده الكريمه. على كل حال هاد لا برونكيوليت لا إلا اشتحى والله لو كان وليو سنوات الوراء كانت ربما القائمة تاع الأدوية كبيرة، ولكن حاليا ما كاش أدوية، يعني يعطيو لهم غير لو سيروم فيزيولوجيك سيروم فينيفوم يعني باش يديبو شي ونيفوم وخلاص وانتهى الأمر. يعني لماذا يعني كيفاش نفسر الرعب هذا اللي كاين عند الأولياء من هذا لابرونكيوليت؟ تفضلي. باسكو شغل حاجة تخوف، تشوف ولادك ما يتنفسش ويسعل كاع الليل وماشي مليح، دونك تخاف. ومام كي تغسل له نيفو، مرات تغسل له نيفو هذاك الماء يدوز له في فمو ويسعل ويزيد يزعف ويزيد ما يقدرش ياكل باسكو يعيطوا. ولي زونفون كي تات ولا كي زعما كي يرضعوا ولا يشربوا الحليب كي نيفهم يتغلق ويكونوا يشربوا ما يقدروش راه يتقلقوا ولا ما ياكلوش. سي بور سا كو لي بارون يتقلقوا ويحبوا ان ميديكامون ميغاكل شوز كي نيكزيستو با. لازم واحد بالعقل بالعقل افيك لي لافاج افيك بوكو دو باسيونس. بوركو باسكو سي اون سو بريس اي اون دون ان انتيبيوتيك دي كورتيكويد دون لو تريت سيت انفون جامي ما حيتعلم سون كور à combattre les virus. وهو اصلا يعني هو فيروس، يعني الفيروس اساسيال هو فيروس ولازم مناعه تاعو تطلع يعني باش تحارب هذا الفيروس. نعم نطلب من المخرج باش يعطينا الانيماسيون 3 دي المواليه اللي ربما راح تتكلم مع الامور هذه. هنا نشوفوا لا برونكيولوجي، نشوفوا الصبي هذا المصاب بلا برونكيوليت او التهاب القصيبات. هنا في الحاله هذه ربما التنفس تاعو ما يكونش عادي، ربما عنده النيف تاعو يسيل، عنده ربما كذلك هاد الزكام اللي عادي يهبط حتى الرئتين ويقيس القصبات الصغيره او القصيبات الصغيره، حتى الرضاعه ما تكونش عاديه. نشوفوا العلاج هنا يعني ما عدا ربما قطرات تاع السيروم في الانف ما كانش علاج كبير. صحيح ان يقدر يدخل المستشفى وكاين بعض الرضع لابد باش نعطيو لهم الاكسجين لان الالتهاب كان حاد الى درجه وين لابد من استعمال الاكسجين. حتى طريقه ما يسمى بلا كينيزيثيرابي، يعني كثير من الاطباء حاليا يقول لك يعني ما عندهاش يعني مكان بالنسبه للبرونكيوليت. ربما في المستقبل هم يخموا الوجود يعني ان فاكسين، ولكن احسن وقايه هي استعمال كما كنا في الكوفيد يعني ما يسمى لي سوليسيون هيدروالكوليك كما نشوفوا هنايا، وخاصه الام اذا كان عندها زكام كانت اونغيمي يعني تلبس ما يسمى بهذا الكمامه اللي راح
راح تحمي الرضيع تاعها من انتقال الفيروسات الى هذا الرضيع تاعها، وهذه هي الطريقه الوحيده لحمايه هذا الرضيع من او حمايته بين قوسين، لان كما قلتي بروفيسور لوغرادا يعني لابد انه يتاقلم مع الوضعيه هذه بطبيعه الحال. نولي حتى العلاج تاع الربو عند الاطفال، يعني لو تريتمون دو لازم، يعني كما نقولوا حنايا انفونتيل. هنايا كثير يعني من الناس يعرفوا زوج حوايج، برك يقول لك انايا نعمل البخاخه يعني السالبيتامول ونستعمل كذلك لونتي انفلاماتوار كذلك بخاخه وانتهى الامر. ولكن كاين عده انواع تاع العلاج بريفونتيف، يعني كما نقولوا حنايا وقائي. تفضلي دكتور كريمه. الوقايه سي جوستومون ينحيو كل الاشياء اللي تقدر تؤدي الى اون كريز دازم. Les animaux, le tabac, nettoyer, changer les draps souvent, les exposer au soleil, la gel les acariens, n'hégad le l'osmo. Quand tu te connais fait madrabo une quinte le wath kaber, si tu te rhal, ou يقول لك même لو كان دير سبور لان انفون il faut pas que ce soit un endroit où il y a une telle wath, ما حاش ديرو في منطقه وين كاين طوموبيلات يجوزو parce que ça va pas être bénéfique pour lui. Donc تبدا بكاع هادوما ومن بعد تيك نورمالمون لونفون بالعقل لي بروفيسور لوغرادا. حتى استعمال البخاخه هذه، حتى ليتيليزاسيون تاع يعني لينالاسيون، هذا لينالاتور كاين كثير من الاطفال الكبار ما يعرفوش يستعملوه، والاطفال الصغار على كل حال يستعملوه بغرفه. نطلب من المخرج باش يعطينا لانيماسيون 3 دي المواليه، ربما راح نفهموا مليح للمشاهدين الكرام. هنا استعمال البخاخه، نشوفوا الحاجه الاولى نحيو الغلاف اللي يغلفها، ثم بعد ما نحيو هذا الغلاف من البخاخه اللي نشوف فيها لو سالبيتامول واللي راح تعرض طبيعه الحال هاد القصبات الهوائيه، نقوم ب شهاد القصبة هاد البخاخة تقريبا 5 مرات. ثم كاين طريقة هنا في الحالة هذه، لابد الحاجة الأولى هو إخراج النفس اللي كاين داخل القفص الصدري، ثم في عملية ثانية نبدأ يعني ندخل النفس داخل القفص الصدري وفي آن واحد نضغط على البخاخة. في الحالة هذه نسمح للدواء باش ينتشر داخل الرئتين ويصل حتى القصبات الهوائية. في الحالة هذه بطبيعة الحال هنا نتوقف، يعني ما تكونش عملية الزفير، نتوقف على التنفس ونحسب حتى العشرة، يعني 10 ثواني في راسنا. وفي الحالة هذه كي نحسب حتى العشرة بطبيعة الحال باش نخليو الدواء يدخل مليح داخل القفص الصدري، ثم بعد هذه العملية نقوم بعملية الزفير. هذه هي الطريقة السليمة لاستعمال البخاخة. ولكن هاد العملية بطبيعة الحال إذا كان استعملناها مرة ثانية نقدر نستناو دقيقة واحدة قبل يعني ما نضغطوا مرة ثانية حول البخاخة لاستعمالها. ولكن عند الرضع وعند الصبيان يعني صغار أقل من سنتين صعيب باش نعطيو لهم استعمال البخاخة. هنا بطبيعة الحال كاين بعض البخاخات خاصة مضادات الالتهاب، نقول لهم شربوا الماء وشلوا في الفم تاعكم، لأن ربما البقايا تاع مضادات الالتهاب راح تبقى في الأسنان. هنا نشوفوا هذا الطفل الصغير والوسيم نقدروا نقولوا راح يستعمل ما يسمى بلا شامبر دينالاسيون، هذه الغرفة اللي راح تسمح له باش يتنفس بصفة عادية. إذا هنا بطبيعة الحال لأنه ما يعرفش يستعمل هذه البخاخة، وفي الحالة هذه بطبيعة الحال هذه هي الطريقة، يعني كما نقولوا حنايا نركبوا البخاخة في هذه الغرفة ثم نقول له باللي لابد باش يتنفس في هذه الغرفة بالطريقة هذه. بطبيعة الحال أنا متأكدين أن الدواء راح يمر داخل المجاري التنفسية وداخل بطبيعة الحال القصبات الهوائية باش يتنفس يعني كما لازم الحال، وأنا متأكدين بأن الدواء مشى. نطلب من المخرج باش يعطينا الانيماسيون 3 دي الأخيرة، وبعد راح نتكلموا على كل هذه الأمور هذه. هنا استعمال قياس النفس لا ميزور دو سوفل، كيما نقيسوا ربما ارتفاع الضغط الدموي، كيما نقيسوا السكر، نقيسوا كذلك لو سوفل ريسبيراتوار. بطبيعة الحال إنسان أو الطفل اللي عنده ما يسمى بالمرض الربو ما على بالناش إذا هو يتنفس مليح، يعني خاصة في عملية الزفير. هنا في الحالة هذه نطلبوا منه باش يستعمل هذه الطريقة يتنفس ويشوف هذاك لو كورسور أو هذاك المؤشر شحال يعني الكمية تاع
النفس تاعو اللي مشى، انا نشوفوه هنا مليح شحال كميه التنفس اللي ربما راح نعرفوا اذا كان الزفير تاعو في المستوى ولا ماشي في المستوى بطبيعه الحال اذا ما كانش يسعل. اذا بروفيسور لوغرادا دكتور كريمه ايتاليا، هي كل هذه الطرق على كل حفظناها بالفيديوهات، ولكن احنا حبينا كلمه اخيره وختاميه، ولكن او ميم طون كونكلوزيون، يعني كما نقولوا احنا خلاصه بالنسبه للعلاج الوقائي. تفضلي. العلاج الوقائي هي نديروا الوقايه، بصح كيما قلنا كاين شويه وراثه، دونك بارفوا مع كاع الوقايه اللي نديروها كوميم لونفون يفي دي كريز دازم، دونك لازم واحد يكون عنده سكيفو على لا ميزون، ويا كاين ان تريتمون دو فون بور سيغتان زونفون كي هي لي زونتي انفلاماتوار بور امبيشي جوستومون لاباريسيون دي كريز دازم، دونك سي شويه وقايه لو في ديتيزي هاد تريتمون دو فون. Le sport qui va lui permettre aussi d'améliorer sa santé. Une bonne hygiène de vie, une vie saine, briada et à خير ذلك. Professeur Lograda, نفس الشيء، ولكن شفنا يعني قلتي بان اللوزتين اذا كانوا يجيني ولازم نحيوهم نغانق كيف نحيوهم. بالنسبه للازم دو لونفون، يعني الدقه المتابعه عندها دور كبير من طرف الاولياء. تفضلي. كما كنا نقولوا باللي كاين لي فيجيتاسيون كاين لي زاميغدال، ثاني كاين لالرجي نازال. ونقولوا في كي نهضروا على اللازم نقولوا بلي سي اون ميم مالادي، ميم فوا ميم ميكوز، لا مالادي دو ني سي لا ميم كي او نيفو دو بومون، او نيفو دو ني لو ني بوشي، او نيفو دو بومون سي لي برونش كي سون بوشي، دونك لي فو ابسولومون سواني لو ني. هو مدخل الجهاز التنفسي، هو المدخل الجهاز التنفسي. باغ اكزومبل نعالجوا لي بومون وما نعالجوش الجنيف، ما درنا والو، ما درنا والو، لان باب الدخول موجود. الدخول هو السؤال الاخير في 30 ثانيه فقط. لاليرجي اليمونتير، يعني كاين كثير من الاطفال كي يقول لك ناكل لا فخيز ولا ناكل الشوكولا ولا حاجه عنده اون اليرجي، هل عندها علاقه مع مرض الربو؟ هي ما عندهاش عندها علاقه، بصح يفو سافوار كيليا دي اليرجي كروازي. واضح واضح. إذا وصلنا لنهاية عدد اليوم، الوقت داهمنا، هذا الوقت الذي خصص لنا انقضى وانتهى. بروفيسور لوغرادا مريم مختصة في لوغيل، يعطيك الصحة وشكرا على الحضور تاعك وعلى كل هذه التفسيرات. دكتور كريمة أيت علي يحيى، شكرا على المساهمة تاعك وعلى كل النصائح اللي عطيتيهم لنا. مشاهدين قناة الحياة، وصلنا لنهاية عدد اليوم، لقائي بكم إن شاء الله في فرصة أخرى. إلى ذلكم الحين بقوا أوفياء لقناة الحياة، صح رمضانكم، استودعكم الله، سلام.